طبتم مشاهدينا وطابت اوقاتكم بكل خير، واهلا ومرحبا بكم في حلقه جديده من عين على مصر. في حلقه هذا الاسبوع، شركات الهاتف المحمول تغير الاتجاه وتتسابق للحصول على رخصه الجيل الرابع، ولسان الحال يقول سبحان مغير الاحوال. ورئيس شركه بلتون يتحدث لسي ام بي سي عربيه عن كواليس تقرير القيمة العادلة والجدل الذي أثير حول هذا التقرير، وأزمة الدولار وراء نقص الأدوية في السوق، وشركات الأدوية تطالب بإنشاء هيئة عليا للدواء. ولكن كالعادة دعونا نبدأ مع أبرز الأخبار الاقتصادية التي شهدتها مصر خلال هذا الأسبوع. السيسي يصدر قرارا جمهوريا بإنشاء المجلس الأعلى للاستثمار برئاسته، وذلك لمتابعة تحديث الخريطة الاستثمارية على مستوى القطاعات المتخصصة والمناطق الجغرافية المختلفة في إطار خطة التنمية الاقتصادية التي وضعتها مصر. ووزارة الاستثمار تنتهي من وضع مسودة قانون جديد للاستثمار يركز على تنويع الحوافز والضمانات للمستثمر، وتقرر إرسالها لمجلس الوزراء الشهر المقبل. وزارة المالية تعلن ارتفاع عجز الموازنة العامة خلال شهري يوليو وأغسطس من العام المالي الجاري بنسبة 29%، مسجلا 68 مليار و500 مليون جنيه مقارنة ب 68 مليار و300 مليون جنيه في الفترة ذاتها من العام المالي السابق. دعم السلع التموينية تراجع بنسبة 59% خلال شهري يوليو أغسطس الماضيين، حيث بلغ 3 مليارات و400 مليون جنيه مقابل 8 مليارات و340 مليون جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق. أهلا بكم من جديد. فجأة وبدون أي مقدمات بدأت شركات الهاتف المحمول العاملة في مصر تتهافت للحصول على رخص الجيل الرابع بعد نحو 3 أسابيع فقط من رفض الشركات لهذه الرخص. أورنج كانت أول الموقعين، تلتها شركة اتصالات مصر ثم شركة فودافون، ليصدر بذلك الستار على موجة الجدل بشأن رخص الجيل الرابع. وتبدأ الشركات في الاستعداد لتقديم هذه الخدمة، فيما تبدأ الدولة في الاستعداد أيضا، ولكن لاستقبال مليار و100 مليون دولار إضافة إلى 10 مليارات جنيه هي حصيلة هذه الرخص. قاب قوسين أو أدنى سيكون بين يدي الحكومة المصرية مليار ومائة مليون دولار وعشرة مليارات جنيه من شركات الاتصالات العاملة في السوق نظير منحها رخص لتقديم خدمات الجيل الرابع. فبعد معاودة تلك الشركات التفكير في خططها الاستثمارية بالسوق المصرية، هرولت واحدة تلو الأخرى للتوقيع على رخص مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لتتقدم استباق أورنج مصر التي حصلت على ترددات بحجم 10 ميجا هيرتز بقيمة 484 مليون دولار، يليها اتصالات مصر بقيمة 535 مليون ونصف المليون دولار وبنفس حجم الترددات، لكن حيز تغطيتها ربما يكون أفضل وأكبر. وبدورها لحقت فودافون مصر بالركب وحصلت على حجم ترددات بلغ 5 ميجا هرتز مقابل 335 مليون دولار. الشروط التي كنا نرى قبل أسبوعين أنها غير مرضية قد تغيرت، والتغير هنا في عدة أمور من بينها نوع الترددات التي حصلنا عليها، وهو أمر هام، فليست كل الترددات كبعضها البعض. لقد أكدنا بشكل واضح أننا إذا حصلنا على 10 ميجا هيرتز فسنقبل برخصة الجيل الرابع، وهو ما حدث اليوم. الأمر كان بسيطا للغاية، فنحن لم نتفاوض بشأن الشروط والأسعار، ولكن كل ما طلبناه هو 10 ميجا هيرتز من الترددات، وهي الحد الأدنى التي تمكننا من تقديم الخدمة بالمستوى الذي يستحقه المصريون. عشان خاطر نقرب من كل الشركات، تقرب من بعضها في عدد الترددات اللي موجودة. فالنهاردة فودافون بقى عندها 42.5 ميجا، الأورنج بقى عندها 42.5 ميجا، واقتربت منهم اتصالات بحوالي 40 ميجا. فلما تيجي حضرتك تشوفي التوزيعة بتاعة الترددات، هي توزيعة عادلة تتناسب مع كل الشركات
الشركات وتتناسب مع تقديم الخدمات للمواطنين. وبما أن إشكالية الترددات كانت هي بطل خلافات الشركات والحكومة الرئيس منذ طرح رخص الجيل الرابع، تعهدت الأخيرة من جانبها بتوفير مزيد من الترددات خلال أقل من عام لتقديم خدمة الجيل الرابع بالمواصفات العالمية، كما وضعت شرطا جديدا يلزم الشركات بسداد مقابل الحصول على رخصة البوابة الدولية بالدولار. البوابات الدولية ما زالت الشركات الحقيقة بتفكر في أنها تحصل على البوابات الدولية، وفي الإطار الجديد للبوابات الدولية كلها بالدولار، يعني الحصيلة سوف تكون بالدولار. إمتى يتم توفير ترددات إضافية؟ في أسرع وقت ممكن. إحنا طبعا بنحاول نخلي، إحنا بنشتغل فعلا أوريدي من 4 أشهر مع الجهات الحائزة على هذه الترددات للإخلاء، وإن شاء الله يعني في وعد حتى على أعلى مستويات قيادة في الدولة إن إحنا هنصل إلى شيء إن شاء الله أسرع ما يمكن، إن شاء الله أقل بكتير من عام. وفيما كانت الشركة المصرية للاتصالات هي أول المرحبين بشروط رخصة الجيل الرابع، حيث قامت بالتوقيع على عقد ترخيص لتقديم خدمات المحمول بقيمة 7 مليارات جنيه، وذلك في ظل تطلعاتها لدخول سوق المحمول. لم يلزمها إطار قانوني بالتخرج من حصة 45% التي تملكها في فودافون مصر، ليبقى الحال كما هو عليها. الرخصة فيها بعض المحددات الخاصة بالوقت اللي هنقدم فيه الخدمة، وهو 6 شهور بعد الوصول لاتفاقات تجارية مع المشغلين الآخرين لخدمات التجوال المحلي والحصول على الترددات اللازمة لبناء الشبكات، وإحنا ملتزمين بأي التزامات قانونية تطرأ في المستقبل. طيب أرباحكم المحتجزة في فودافون تم صرفه من هذه الأرباح؟ تم صرف الأرباح اللي كانت محتجزة في فودافون كاملة الكوارتر الثاني الحمد لله. قيمتها كانت قد إيه تقريبا؟ ده تم اعلان عنها في 4 مليار؟ لا، كانت رقم اقل من كده، واللي تم صرفه كان رقم اقل من كده. The only thing that we have publicly stated, الامر الوحيد الذي اعلناه هو اننا مدركون ان هناك واقعا يجب اخذه في الاعتبار، خاصه بعد حصول المصريه للاتصالات على رخصه الجيل الرابع، ونحن واثقون من ان هذا الامر سيتم حله في المستقبل. وبعد أن فتح باب استقبال سوق المحمول في مصر للجيل الرابع خلال الأشهر القليلة القادمة، يتأهب عملاء السوق المصرية الذي يتخطى عددهم نحو 95 مليون مشترك وينفقون نحو 60 مليار جنيه سنويا على خدمات الاتصالات الصوتية كانت أم خدمات الإنترنت لاستقبال خدمات الجيل الرابع، إلا أن البيانات تشير إلى أن نحو 10% فقط من أجهزة المحمول في مصر تدعم تكنولوجيا الجيل الرابع. النهاردة لازم تواكب العصر، والفورجي خلاص نزل على مستوى العالم، فلازم يكون موجود عندك. في فئة يعني انت بتستهدفي بيها، الفئة دي يعني اللي هتستهلك الفورجي موجودة في مصر. أيضا الشركات محتاجة للترددات الجديدة اللي بيتاحها الجيل الرابع، لأن طبعا هي كانت الخدمات كانت وصلت لمرحلة يعني ليست جيدة بسبب قلة الترددات. يذكر أنه ومع قدرة الحكومة على جمع عملة صعبة تحتاجها مصر في ظل شحها في غضون أيام تعد على أصابع اليد الواحدة، تسعى مصر لاستثمار أكثر من 130 مليار جنيه في تطوير البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بحلول عام 2020، هذا فيما يتوقع أن ينمو قطاع الاتصالات بنسبة 16% خلال العام الحالي. شهدت البورصة المصرية خلال هذا الأسبوع جدلا واسعا حول سهم شركة بلتون، خاصة بعد صدور تقرير المستشار المالي المستقل. هذا التقرير الذي صدر ونشر ثم عدل وخفضت فيه القيمة العادلة لسهم بلتون من 10.07 جنيه إلى 9.30 جنيه. حاولنا أن نستوضح كواليس هذا التقرير في اللقاء التالي مع الدكتور سامح الترجمان رئيس مجلس إدارة شركة بلتون المالية القابضة. الهيئة حددت شهر تقريبا لانتهاء من التقرير المالي، والتزمنا بالمعاد بعدناه، والهيئة رجعته، والمستشار المالي استجاب، كان في بعض الملاحظات للهيئة استجاب ليه، واحنا استجبنا ليها طبعا، ان احنا مش عندنا بالنسبة لموضوع ان القيمة قد ايه بتاعة السهم احنا ما بندخلش فيها ده. بس ده معناه انه التقرير تمت مراجعته من الشركة ومن الهيئة، من الهيئة رجعته واجرت عليه بعض الملاحظات او التعديلات واعتمدته، ثم ارسلته لادارة البورصة لنشره على شاشات البورصة لإعلام قبل الجلسة. فوجئنا بعد كده أن المستشار المالي المستقل اللي بيقول والله أنا غلط في التقرير، وعاوز هو اكتشف أنه أخطأ، المفروض أنه اكتشف أنه دي مش عارفين، ودي اللي طلبناه منه بأن يوضح لنا في جواب
ويرسلوا للبورصة والهيئة وينشروا حتى أيوة أعمال المبدأ الشفافية. الخطأ ده فين واكتشفوا إزاي وليه وإزاي وهو يعلم أنه ده سهم عليه مشاكل كثيرة ومفروض أنه راجعوا مع الهيئة وهو مفروض شركة من الشركات اللي احنا بنحترمها جدا يعني إزاي. فقلنا بس لازم من حق المستثمرين ومن حق السوق ومن حق الجميع أن يعرف السبب. هل أنت اكتشفته بعد ما قدمت وده منطق أنك تراجعه ولا حد نبهك لهذا واللي نبهك ده نبهك بناء عليه؟ طيب هو تقرير المستشار المالي المستقل كان بينص على أنه أرباح الشركة تزيد 50% سنويا. من أين تأتي هذه الأرباح؟ من النشاط، من الأنشطة احنا قدمنا من النشاط سواء كان في جوه مصر او خارج مصر. يعني انتوا متوقعين انه ارباح بالتون احنا قلنا 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 حاجتين، قلنا ده اللي متوقعينه ولكن قلنا توقف على الاوضاع الاقتصاديه، بيتوقف على حاجات كثيره جدا يعني. انت خلي بالك نشاطك مرتبط بالاسواق العالميه، نشاطك مرتبط دلوقتي لان احنا بنتعامل في 120 دولة. فاذا الافتراضات كلها ما حصلش فيه احداث تؤثر جوهرية انا متعرفش اسواق بكرة يبقى فيها ايه. صحيح. فده المتوقعين. وطبعا احنا مثلا مقدمين على موافقات، طلب موافقات من الهيئة في بعض الاستحواذات. هل الهيئة هتوافق لنا ولا لا؟ انت حاطين احسن الافتراضات اذا صارت الامور كلها كما يجب. مفترضات متوسطه، ما حطيناش كان ممكن يبقى في سيناريو اكثر تفاؤلا، انا حطيناها متوسطه. هو السوق وضع السيناريو نفسه تفاؤلا يعني. فاحنا حطينا الجزء اللي هو زي ما تقول ايه حضرتك اللي شفناه انه في ظل ظروف طبيعيه وعاديه ما فيهاش تاثيرات كبيره ممكن، ولكن بنقول برضو ممكن ما تتحققش. طيب يعني عندنا قيمه عادله 9 جنيه و30 قرش، السوق يتجاهل هذه القيمة العادلة والسهم يمضي قدما بخطوات متسارعة جدا بعد نشر القيمة العادلة. برأيك هل ستكون هذه نهاية الأزمة بعد نشر القيمة العادلة وتتوقف البورصة عن إلغاء العمليات بشكل مستمر؟ نتمنى هذا لأنه خلي بالك ما يحدث في البورصة حاليا بالنسبة لسهم بالتون ده غير مسبوق في اي بورصه في العالم. حاله فريده. دي حاله فريده جدا. انت كنت يعني رئيس بورصه. وانا كنت رئيس بورصه. والماده 21 دي استخدمتها كرئيس بورصه؟ استخدمت، بس استخدمت في حالات كان فيها مخالفات واضحه وصريحه، واستخدمت في نطاق ضيق جدا. وحاربنا الحقيقه برضو عشان اكون امين ان احنا نلغي الماده 21، واستحدثنا وانا موجود في البورصه الحاجه اللي اسمها التنفيذ العكسي عشان نحاول ان احنا نقلل من حدة استخدام مادة 21. طب انت شايف ازاي آلية استخدامها الان؟ انا شايف ان فيها افراط شديد في رأيي. زي ما حتى احنا بقول لحضرتك احنا بنشتغل في 120 دولة دلوقتي. لا يحدث هذا ابدا. وتحول الاستثناء الى قاعدة. والخطورة فيها انه المعيار اللي بيستخدم مش واضح. معنى انت رئيس البورصة من وجهة نظره انه في تلاعب. طيب التلاعب ده مجرد شرف كل العمليات فيها تلاعب؟ دي واحد. اتنين، هل لما السهم يطلع يبقى ده تلاعب ولما ينزل يبقى تلاعب، وبالتالي انت يعني معيار التلاعب هنا ايه؟ نذهب الان الى فاصل المشاهدين، وبعده ابراج مصر تضخ استثمارات بسبعة مليارات جنيه في القطاع العقاري. تابعونا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، نواصل هذه الحلقة من عين على مصر. رغم قرار الحكومة المصرية قبل بضعة أشهر برفع أسعار الأدوية بنسبة تصل إلى 20%، إلا أن أزمة نقص الأدوية لا تزال تتصاعد بشكل كبير داخل السوق، خاصة ما يتعلق بالأدوية المستوردة في ظل ندرة الدولار، في وقت تعتمد فيه مصر على استيراد نحو 90% من الخامات اللازمة لعمليات الإنتاج. دون سابق إنذار اختفت عشرات الأصناف الدوائية ونقصت مئات أخرى، وصلت إلى حوالي 1600 صنف دوائي، بينهم نحو 60 عقار لا يوجد بدائل لهم. ورغم تصاعد حدة تلك الأزمة يبدو أنها لن تقف عند هذا الحد فحسب، فمخزون المواد الخام الدوائية وصل هو الآخر إلى وضع حرج، وضع ربما يكفي في المتوسط شهرين وفقا للقائمين على سوق الدواء، ما يهدد بتوقف
توقف خطوط إنتاج دوائية كاملة عن العمالة، خاصة وأن نحو 90% من الدواء محلي الصنعة يتم استيراد مادته الخام من الخارج، وهو الأمر الذي يشكل خطورة على صحة ملايين المرضى ممن ذاقوا طعم الداء ولم يجدوا له دواء. الحقيقة في يعني أسامي كتير من الأدوية بتبقى ناقصة، يعني مثلا واحد بيبقى يعني مريض يعني بيروح الصيدلية بيمشي على دواء معين فبيروح بيلاقيه ناقص باستمرار. يعني الأدوية المستوردة لأن في أزمة دولار عارفينها طبعا، اللي هي في السوق الدولار وصل 16 جنيه في السوق السوداء، طبعا في أدوية كتير هي اللي فيها الأزمة الأدوية المستوردة، وفي بعض الشركات أوقفت إنتاج الأدوية دي لأن ما مش عارفة تجيب المادة الخام من برا. ومع دخول قائمة نواقص الدواء أصنافا جديدة يوما بعد يوم، وافق المركزي المصري مؤخرا على توفير 2,600,000,000 دولار سنويا لتوفير احتياجات شركات الأدوية، وفيما رأى البعض في القرار أنه يمثل سبيلا للخروج من الأزمة الراهنة، فإنه على جانب آخر تطل أزمة ارتفاع أسعار الدواء برأسها على المرضى بسبب رفع الحكومة المصرية أسعار كثير من الأدوية بنسبة 20% مايو الماضي. حاجة اللي هي كانت بتاعت المسكنات الصغيرة كانت بتلاتة لربع، وصلت ستة، وصلت دلوقتي تسعة. في اسبرين كان بحوالي 2.25 جنيه، وصل دلوقتي حوالي 6 جنيه وشاحح. والأدوية بتاع الأطفال بالذات مش عارفين، يعني احنا بنجيب الدواء مش عارفين سعره ايه اساسا، يعني هو بيدونا بسعر ومكتوب هو بسعر تاني. الادويه فعلا الضعيفه اللي هي تحت ال 30 جنيه المواطن البسيط هو اللي بيحتاجها، ولذلك هو الدعم المفروض يكون في الجزئيه دي. كان لابد ان الاسعار الدواء يزيد منطقيا لسبب واحد، لان كل حاجه كل المستلزمات غليت، وبالتالي كل المحاليل وكل المستلزمات وكل تكلفه الدواء نفسه، الكرتونه نفسها، الورقه اللي جواها، السلوفانه، كل الماده اللي موجوده جواها غليت. يذكر أن السوق المصرية سوق كبيرة الحجم وتستهلك كميات كبيرة من الأدوية سنويا، كما وتتمتع بمعدلات نمو مرتفعة تتراوح بين 12 و15%. ولإلقاء المزيد من الضوء على أزمة نقص الأدوية وأيضا للاتهامات الموجهة لشركات الأدوية بأنها تعمدت رفع أسعار الدواء بنسب أعلى من النسب التي أقرتها الحكومة، التقينا هذا الأسبوع بالدكتور أحمد برهان وهو رئيس مجلس إدارة شركة إيبيكو للأدوية، والذي أكد أن شركات الأدوية لا تزال تواجه مشكلة كبيرة في توفير العملة الدولارية، مطالبا بإنشاء هيئة عليا للدواء في مصر تكون مسؤولة عن تنظيم هذا القطاع. أنا لما باجي أتكلم على السعر بتكلم على السعر اللي صدر بيه تسعير وزارة الصحة، وبقول لحضرتك هما بيقولوا بيتهموا مش حقيقي. ليه؟ لأن المخالفة للأرقام دي فيها سجن. قانون التسعير المصري بيحبس اللي بيخالف التسعير، يعني مش ما هياش موضوع هزار ولا ده بيعلي السعر عشان يكسب ولا بتاع. لا، أنا رئيس الشركة أتحبس في موظف غير سعر. طيب دكتور أحمد، لماذا برأيك تزامن مع رفع أسعار أكثر من 1600 صنف دوائي تزامن معه اختفاء العديد من الأدوية من السوق المصري؟ الأدوية لازم تنقص في العالم، يعني بقول لحضرتك في أمريكا، في إنجلترا، في أي بلد في العالم الإنتاجية بتاعت الأسعار لازم تستحضر ينقص وتستحضر يزيد. مفيش حد يقدر ينقص الدواء إلا حالة واحدة، لما كانت الأسعار بتخسر قوي بعض الشركات قالت الأصناف دي أنا مش هنتجها، وده من حقه. أنت جاي تقول لي بيع دي بثلاثة بجنيه وهي بتكلفني 2، نزلها سوق ليه؟ يعني لما ارتفعت الأسعار بقى عكس اللي أنت بتقولوه، بقت الناس تصطاد. ما هو زمان ما كانش حد بيسأل على الدواء ده ناقص ليه. لما السعر زاد على بال ما الشركات جهزت روحها ونزلت الأدوية قال لك لا ده هم حتى دي، حتى لما زادت السعر رفعوا السعر على الحكومة. احنا ما اخدناش حاجة ابدا، احنا خدنا نص، احنا شايلين كل الهم واخدنا نص زيادة. دكتور احمد، شركات الادوية العاملة في السوق المصري ما زالت بتواجه مشاكل في فتح اعتمادات مستندية في البنوك؟ البنوك ما بتديناش الراتب. زمان يعني من قيمة شهرين قبل القرار ما يتعدل كنا بنشتري من السوق السوداء ب 12 جنيه ب 13 جنيه. بعد القرار المركزي طلع الدول ارتفع، البنك المركزي قال اللي يعمل كده هحبسه، فلا بيديني رسمي ولا ولا سايبني اخد من السوق السوداء، وبعدين يقولوا لي دواك ناقص. بيبقى مين المسؤول؟
دكتور أحمد، شفت إزاي قرار البنك المركزي وتدخله لمحاولة حل أزمة نقص الدولار بتوفيره 2,600,000,000 دولار سنويا لصالح الأدوية؟ هو النهاردة بيبقى دايما في كلمة تتحط في الآخر حسب الإمكانيات، يعني اتقال كذا 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 وفي الآخر خالص اتقال جملة حسب هي اتحطت في القرار حسب الإمكانيات. كلنا عارفين الإمكانيات. أنا بقول إن إحنا مش هناخد إنما الدهنة عنا النهارده ارتفع السعر 20%، ارتفعت كهرباء، زادت المياه، زادت الدولار، قد انتوا شايفين سعره، هذه الزياده اللي زودتها للحكومه، مين اللي بيتاثر؟ صيدلي اللي بيقفل الزخانه ولا مصنع الدواء؟ بس على الرغم من ازمه الدولار اللي بتضرب قطاع الادويه وقطاعات اخرى في الاقتصاد المصري، الا ان نتائج اعمال شركات الادويه العامله في السوق المصري بتوضح ارباح وارباح بنسب عاليه. هل عيب ان انا اربح ولا ماساه ان انا؟ لا طبعا المفروض ان الشركه أنا تربح، المفروض ان انا اربح. بس ازمه الدولار كده معناها ازمه الدولار انا ربحيتي عماله تتاكل. انا عندي 250 صنف في السوق، منهم 130 بيخسروا، لما زادوا 2 جنيه قلت الشغلانه دي، لما رجعنا تاني هيرجعوا نفس العدد. احنا يعني كاننا ما زدناش حاجه، انما يقول لك بتكسب. لما هوصل انا خسرت، ما هو لما توصل الشركات دي تخسر، هتقفل ولا حتى تعمل ايه؟ ولو قفلت هنا المأساة. وهل انشاء هيئه عليا للدواء ستحل مشاكل قطاع الادويه في مصر؟ الهيئه العليا للادويه دي بقول لك انا عجوز، انشأناها في مصر سنه كام؟ 57 مصر كان فيها حاجه اسمها الهيئه العليا للادويه، طلعت بقرار من جمال عبد الناصر. كنا ارقى دوله في نظام الدواء في العالم، العالم الثالث لا الصين ولا روسيا ولا بنجلاديش، كل دول ما كانش يعرفوا يعني نظام. احنا عملنا زي امريكا والمانيا وفرنسا، عملنا حاجه اسمها الهيئه العليا للادويه، شغلتها تنظم الدواء. 57 لما السادات جه يعمل الاشتراكيه بقى ويلغي، لغى مؤسسه الادويه ولغى معاها الهيئه العليا للادويه. وحتى بقى لما تيجي الهيئه العليا للادويه، الهيئه العليا مش جاب عصايه سحريه تصلح، اقعد اخرب 20 سنه على بال ما اصلح، لازم قدامي 5 سنين. أكد رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر للتطوير العقاري علي ربيع أن الشركة استثمرت نحو 7 مليارات جنيه في عدد من المشروعات في القطاع العقاري في مصر، مشيرا خلال لقاء مع CNBC عربية إلى أن الشركة ستدرس إمكانية طرح حصة في البورصة تصل إلى نحو 15% خلال النصف الثاني من العام المقبل. حجم استثمارات الشركة في حدود 7 مليار جنيه مصري. مشروعات الشركة النهاردة هو مشروع ذا جيت، مشروع ذا شور في الساحل الشمالي استثماراته حوالي 2.5 مليار جنيه، مشروعات تم تنفيذها زي لافندا الحقيقة بعدها أو حاليا بيتم تنفيذ تسليم مشروعات فلورنتا، المرحلة الأولى تقريبا شبه انتهت تسليمها، بنسلم بقية المراحل في مشروع فلورنتا، ده كان استثماراته حوالي 400 مليون جنيه. طيب حجم التعاقدات او المبيعات اللي تمت حتى الان في المشاريع المختلفه الخاصه بالشركه؟ التعاقدات في نوعين من التعاقدات، لو حضرتك بتسال على التعاقدات من حيث الانشاءات وغيره، فمشروع ذا جيت عندنا تعاقد للمرحله الاولى مع مقاول رئيسي هو شركه سياك بمليار و100 مليون، التعاقدات للانشاءات في مشروع ذا شور تمت بحوالي 100 مليون، ده برضو لاول مرحله في مشروع ذا شور. وبالنسبه للمبيعات؟ المبيعات احنا تقريبا واصلين لحوالي 20% من نفس النسبة من المشروعين ذا شور وذا جيت، فلورنتا مباع بالكامل. طيب الشركة الآن طموحاتها المستقبلية، أولا عندكم مخزون أراضي قد إيه؟ وبتفكروا إزاي تستغلوا الفترة اللي جاية والأراضي اللي بتتاح وبتطرح من قبل الدولة؟ في الحقيقة الفترة اللي فاتت كان في تطور كتير جدا في وجهة نظر الدولة في طرح أراضي للشراكة، وأعتقد إن ده كان حل مهم لندرة الأراضي للمطورين العقاريين. إحنا النهاردة في ممارسات وفي مناقشات على المستوى الحكومي والمستوى الخاص في الحقيقة لتطوير أو للدخول في شراكات مع الشراكة مع الحكومة مثلا في الحصول على أرض حكومية وتطويرها. بالضبط كده، بالضبط. هل الشركة لديها النية أو تضع في استراتيجيتها أن تطرح حصة في البورصة المصرية خلال الفترة القادمة؟
يعني أنا أعتقد أنه الطرح في البورصة من أهم أدوات التمويل في الحقيقة في أي سوق، خصوصا سوق زي السوق المصري، إنما إحنا مستنين شوية وضوح أكثر للسياسة النقدية في البلد، للحالة الاقتصادية، وأعتقد أنه إحنا بنناقش الموضوع دوت إنما مش بخطوات تنفيذية. يعتقد أنه في النص الثاني من 17 هيكون عندنا كلام أقرب للواقع في طرح البورصة إن شاء الله. يعني في النص الثاني من 2017 ممكن الشركة تاخد قرار أو بالضبط كده، ممكن نقدم جدول زمني للطرح في البورصة إن شاء الله. قد تستهدفوا في الوقت ده والطرح نسبة تقريبا تكون في حدود قد ايه؟ يعني هو ده قرار يرجع لمجلس الإدارة، بس تقريبا المتفق عليه أو المتوسط للطرح في المشروعات اللي زي كده بيكون في حدود 15%. كيف ترى حجم الطلب على السوق العقاري في مصر خاصة في ظل أزمة الدولار؟ البعض بيرى أنه العقار هي ملاذ آمن للقيمة في ظل التراجعات الحالية في سعر صرف الجنيه. صحيح، يعني هو اللي فات في الحقيقة كل السنوات اللي فاتت العقار في مصر أثبت أنه هو من الحاجات المهمة جدا للجوء ليها في مثل هذه الأدوات الأوقات، سواء النواحي السياسية أو النواحي الأمنية. كل الأوقات الصعبة جدا اللي عدت على البلد الحقيقة شفنا فيها ثبات أسعار، إنما عمر ما شفنا فيه نزول أسعار للعقار. ولذلك الطلب الموجود في السوق العقاري المصري هو طلب حقيقي 100%، إنما ممكن يكون مركز أكتر في الشريحة اللي هي فوق المتوسط. وصلنا إذن مشاهدينا إلى ختام هذه الحلقة من عين على مصر، لنراكم في حلقة قادمة في أمان الله.